بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأخوة الكرام، كما تعلمون ونزولا عند رغبة الإخوة أننا سنبدأ في شرح سورة الأعلى إن شاء الله. وقد بدأنا بمقدمة في الحصة التي مضت، مقدمة عن القرآن الكريم، ولا بأس بالتذكير ببعضها ثم نمر إلى هذه السورة. لا شك أخوتي الكرام أن القرآن الكريم هو دستور المسلمين، والقرآن الكريم قال الله لنا فيه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. مهما قال القائلون، إذا كنت متمسك بالقرآن الكريم لا تهتم بقول أحد مهما كان هذا الأحد، مهما كان، إذا كنت متمسكا بالقرآن الكريم فاعلم أنك على الصراط المستقيم، أنك على الصراط المستقيم. لكن هذا الصراط المستقيم منا من في وسطه، ومنا من يجري وراءه، ومنا من هو خارج عنه ويظن أنه فيه، ومنا من يتلكأ ويضطرب يمنة ويسرى. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الصراط المستقيم. صلاحنا أيها الإخوة الكرام بالتمسك بالقرآن الكريم، وفسادنا بالابتعاد عنه. وما ترون في الأمة من فساد، كل ذلك ارتعاد عن القرآن الكريم. وما ترون من صلاح فذلك والحمد لله اقتراب من القرآن الكريم. سورة الأعلى، طبعا سورة الأعلى أيها الإخوة الكرام نزلت في مكة، وهي مكية، وليس فيها آية من الآيات المدنية، كلها مكية، وهذا شهد عليه البراء بن عازب وغيره. إذن هي باتفاق المسلمين أو باتفاق المفسرين على أنها مكية. طيب، القرآن المكي كما ذكرنا غير ما مر أنه يعتني بأربعة أمور، يعتني بأربعة أمور. الأمر الأول إثبات الوحدانية لله عز وجل، لأن القوم الذين كانوا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كانوا مشركين، فلذلك كان يذكرهم القرآن المكي بتوحيد الله والابتعاد عن الآلهة الأخرى. ثانيا تذكيرهم بالبعث والنشور، لأنهم كانوا يكفرون بالبعث ولا يؤمنون به، ولذلك كان القرآن المكي مركزا على هذه الحقائق. ثالثا التذكير برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، التذكير برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن رسالة محمد كانوا ينكرونها، والله عز وجل ينزل القرآن الكريم تلو القرآن الكريم ليثبت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الرابع ربما ثلاثة الأمور، ماشي أربعة، ثلاثة الأمور ماشي أربعة، أنا أخطأت وقلت أربعة. المهم سورة سبيح أو سورة الأعلى تعتني هي بأمور، ما هي هذه الأمور؟ أولا الأمر بتسبيح الله عز وجل، الأمر بتسبيح الله. ثانيا ذكر قدرة الله عز وجل في هذا الكون بالخلق والتسوية والتقدير والهداية. ثم أيضا الاعتناء بالوحي وذكر الوحي، سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى. ثم التذكير بالدعوة إلى الله، فذكر إن نفعت الذكرى. ثم بيان التزكية والتطهير بذكر الله والصلاة، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ثم الكلام على حب الدنيا وعدمه، ها، والناس الذين يحبون الدنيا ويؤثرونها ويفضلونها على الآخرة. وهكذا كانت سورة سبيح فيها هذه الأمور المهمة التي اعتنت بها. أول شيء لما نزل قوله تعالى في سورة الواقعة فسبح باسم ربك العظيم، فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة اجعلوها في ركوعكم. ولذلك كان التعظيم في الركوع، سبحان ربي العظيم وبحمده. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية، وإذا اجتمع العيد مع الجمعة صلى بهما معا، صلى بسبح وصلى بالغاشية في العيد، ثم صلى في الجمعة بسبح وبالغاشية، لما فيهما من التذكير بهذه الأمور العظام. وكان رسول الله إذا قرأ هذه الآية قال سبحان ربي الأعلى والحمد، إذا قرأ هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى تفهمش، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. إذن راه ما أي خوتي الكرام راه ما يمكنش واحد الوقت ما بين نضربوا العشاء، الله يجزيكم بخير، حاولوا باش تجيو بعد العشاء مباشرة.
الآن الوقت ضيق والليل طوال، لكن انت مشكل الى الى جلسنا واحد الساعه الله ولا ساعه جاء على مائده القران وتستمطروا رحمه الله عز وجل اذا تجلس تجيو بعد العشاء ما كان مشكل. علاش ما تعتذر بتا حاجه؟ ما تعتذرش بشي حاجه يا اخي الكريم، يعني قضي صوالح كلها في النهار كله، عندك النهار كله 24 ساعة ليل ونهار، إلا هاد الساعة بدي تخرج فيها أنت العجب، لا أعطيها لله عز وجل، ويوم في الأسبوع ماشي جميع الأيام، والله لا ما أبخلنا، بغينا نعطيه الوقت لله عز وجل القرآن وباخلين هاد البوق الآخر، وتنتحاسبوا، لا شوف خصنا نرجعوا إيماننا، من اللي إيماننا ما بقيش بغانا نطلبوا العلم. وبعدنا على العلم وبعدنا على هذا الخير، هي هذه الجلسة هكذا هكذا فيها القرآن وكذا هي خير كله، واخا ما تستفد حتى حاجة هي خير كله، كيفاش تبعد عليها؟ ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. شنو بسم الله؟ شنو اللي ذكرنا أخيرا؟ ها؟ في بداية السورة الله عز وجل بدأ بالتسبيح، لا إله إلا الله، التسبيح ما أعظم التسبيح. يقول أصحاب اللغة وخصوصا البصريين سبح هنا مجزوم لأنه أمر، والأمر دائما يكون مجزوما، وعلامته هنا السكون، سبح، إذن هذا أمر، أمر للمسلمين جميعا بالتسبيح، وهل هو أمر وجوب أو أمر استحباب؟ هو أمر وجوب، علاش؟ لأنه لابد أن تسبح الله عز وجل في حالات معينة وخصوصا في الصلاة، ويبقى هناك تسبيح مستحب هو الذي جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم من سبح لله عز وجل 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. شوف 100 مرة سبح، ولهذا كان هذا التسبيح 100 مرة في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، سبح اسم ربك، وهو على الوجوب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الركوع وفي السجود، الركوع والسجود سبح اسم ربك الأعلى. ذكر هنا سبح اسم، الاسم هنا الاسم هنا منصوب على المفعولية، سبح اسم ربك، ربي هنا مضاف والكاف مضاف إليه مفعول، والأعلى صفة للرب فهي تأخذ حكمه في الجر، ولكن إلى نسبناها لبنادم الإنسان، نسبناها للإنسان لا تظهر عليها علامة الإعراب، لأن آخرها فيه ماذا؟ ألف مقصورة. ولذلك يعطون مثالا يقولون كلم الأعلى الأعلى، مثلا الوزير كلم العامل، كلم الأعلى الأعلى، في الأول مرفوع بالضم المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والتالي منصوب بالفتحة المقدرة على الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر. إذا نرجع إلى التسبيح، إذا صرفنا هذا الفعل سبح يسبح تسبيحا فهو مسبح،
وهذا الأسبوع يسمى سباحة لأنها تشير إلى الله عندما تقول سبحان الله سباحة. إذن وسبحان الله منصوب على المصدرية، دائما تقول سبحان الله على المصدرية، وذلك من قال منصوب بفعل محذوف أسبح سبحانه سبحان الله. إذن ما معنى التسبيح؟ هذا هو اللي خصنا نعرفه. التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، كل ما لا يليق به من صفات المخلوقين ينبغي أن ننزه الله عنها. فمثلا عندنا قوله عز وجل وهو يطعم ولا يطعم، فنحن الأكل والشرب من غرائزنا، ولا يمكن أن نعيش بدون أكل وشرب، والله عز وجل لا يأكل ولا يشرب. إذ لو كان يأكل ويشرب فهذا نقص في الإله، فلا ينبغي أبدا أن نصف الله عز وجل بصفات المخلوقين أو نظن أنه يتصف بها، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو التسبيح، تنزيه الله عن الولد، تنزيه الله عن الشريك، فالله نزه نفسه في عدة مواطن. إذن هذا التسبيح أيها الإخوة الكرام جاء في عدة آيات من القرآن، وقد ذكرنا بعض الآيات التي جاء فيها هذا التسبيح، ولا نذكر كل ما جاء في القرآن من التسبيح. قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهذه المعجزة التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها الله عز وجل لرسوله، هذه معجزة عظيمة تحتاج إلى التسبيح سبحان الذي أسرى بعبده، لأنها شيء عجيب جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا ثم يرجع في حين، وتم صلى بالأنبياء ثم عرج به إلى السماء ثم رجع. ولذلك بعض أهل العلم لما قالت عائشة لم يبرد مكانه، يعني المكان الذي كان فيه رسول الله لم يبرد، بقي ساخن ثم رجع إليه، قالوا إنما أسري بروحه وليس بجسده، وهذا خطأ كبير. وإذا أسري بروحه أين المعجزة؟ ليس هناك معجزة. المعجزة أن يسري، أن يسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه، وهذا قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء على أنه أسري به صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه. ولذلك سمي في هذا الوقت الصديق بالصديق، لأنه لما جاء عنده الكفار وأرادوا أن يزحزحوه عن الإيمان، فقالوا له ألا تسمع ما يدعي صاحبك؟ قال لهم وماذا قال؟ قال أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم رجع. فقال لهم إن كان قال ذلك فهو صدق، فهو صادق، لأنني أنا، قال على نفسه أبو بكر
أصدقه بالوحي يأتي من السماء. أيهما أبعد؟ ها؟ السماء مع الأرض، أما بين المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لا شك أن هناك مسافة عظيمة قدرت ب500 عام، 500 عام ديال المشي، ومع ذلك أصدقها. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به بجسده وروحه وليس بروحه فقط، وهذا قول خاطئ ولا يعول عليه. فالقول الصحيح الذي عليه الجمهور هو هذا. طيب، بالنسبة للإسراء، الإسراء هو المشي ليلا، المشي ليلا، لذلك سمي بالإسراء. التسبيح عند الاستسلام، الملائكة لما أمرها الله عز وجل بأن تذكر الأسماء التي أمر الله عز وجل آدم فذكرها، يعني قبل أن يقول لآدم أنبئنا بهذه الأسماء، قال للملائكة أنبئوني، فلم يعرفوا شيئا وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك أي ننزهك، لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا موقف من المواقف التي جاء فيها التسبيح، وهو موقف الاستسلام لله عز وجل. ثم التسبيح لنفي الولد عن الله، قال الله عز وجل وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. يعني لما أثبت هؤلاء لله ولدا وهم النصارى، الله عز وجل أنزل في القرآن الكريم التسبيح، التنزيه أن يكون له ولد، فقال وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. يعني ما في السماوات وما في الأرض قانتون لله، أي طائعون لله. هذا المطر هذا جاء بطاعة الله، أمر السحاب أن يجتمع وأمر المطر أن ينزل وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، ويحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن كيف يكون له ولد؟ عند التسبيح، عند التفكر في خلق الله، قال الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دائما التنزيه والتسبيح لله عز وجل سبحانك فقنا عذاب النار. ثم دعوة أهل الجنة التسبيح في داخل الجنة، قال الله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذو أهل الجنة يسبحون الله عز وجل، دعواهم فيها سبحانك اللهم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إذن التسبيح، التسبيح لتنزيه الله عند الدعوة إلى الله، الداعي إلى الله
ينبغي أن يسبح الله سبحانه وتعالى ليستعين بالله على دعوته، ويستعين بالله على المخلوقين المدعوين، لأن هؤلاء أصناف، منهم من يستجيب ومنهم من لا يستجيب، والذين لا يستجيبون قد تسمع منهم كلاما لا يرضيك، قد تسمع منهم كلاما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه سبيلي، يعني هذا الإسلام هو سبيلي، طريقي إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله بمعنى أدعو الناس إلى الله. أدعو فحذف المفعول وهو الناس، إلى الله فلم يذكر الناس لعموم المدعوين. أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. إذن الرسول يدعو إلى الله، ومن اتبعه يدعو إلى الله. إذن كلنا ندعو إلى الله عز وجل، ولا ينبغي لمسلم أن يبخل على أخيه في الدعوة إلى الله، لأنه مما جاء في سورة سبح فذكر إن نفعت الذكر، فذكر إن نفعت الذكر، قد تنفع وقد لا تنفع، ولكن أنت عليك أن تذكر. سيتذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى. إذن أنت ذكر. طيب، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني ينفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك عنه، والمؤمنون أيضا ينفون عن أنفسهم الشرك، وهذا الشرك كدبيب النمل، والذي لا يستطيع المسلم أن الفكاك منه الرياء. هذا الرياء يحتاج المسلم أن يكون يقظا فيه في كل عمل يريد أن يقدمه لله. فالشيطان يأتيك ويوسوس لك عند الإنفاق مثلا، ويقول لك أنفق والناس ينظرون إليك، أدخل إلى المسجد الناس ينظرون إليك، صلي والناس ينظرون إليك. قد تتبعه في هذا، لأن الرياء متى يتحقق بطلان العمل به هو أن تسترسل معه. هذا الكلام الذي قال لك إبليس، قد تسترسل معه، وإذا استرسلت معه معناه بطل عمل. وإن دخلت في الأول بنية لله، لكن إن رجعت وضربت صفحا عن الكلام الذي وسوس به إبليس إليك، فعملك صحيح. وإن تخلله هذا الوسواس، وإن تخلله، إذا إبليس لا يتركنا أبدا، لا يترك أحدا منا، وحتى عمل الدعوة وحتى مثل هذا الدرس لا يتركك أبدا، يريد أن يبطل جميع أعمالك لتقف أمام الله وليس لك عمل، ويقال لك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه لم يتوفر فيه الإخلاص. التسبيح عند العلو لله عز وجل، قال تعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. إذن هؤلاء نسبوا إليه الآلهة والشركاء، وهؤلاء نسبوا إليه الولد، ها؟ وهؤلاء الذين عندنا ينسبون إليه الشريك من نوع آخر،
شريك أن فلان يعطي الأولاد، فلان يشفي، ها؟ وهكذا أعطوا الاختصاصات لكل ضريح من الأضرحة. فهؤلاء مشركون، مشركون بهذا المعنى. لذلك قال تعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. كبرت، هذه الكلمة كبيرة وعظيمة جدا، أن ينسبوا لله عز وجل الشريك أو الإله، أو ينسبوا لله عز وجل الولد وغير ذلك من الأمور. في أسلوب الإقناع، أسلوب الإقناع، عندنا القرآن الكريم له أسلوب في إقناع الناس بأن الشريك غير موجود، الشريك غير موجود، أسلوب القرآن الكريم. يقول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هؤلاء اتخذوا آلهة من دون الله وزعموا أن هناك آلهة مع الله، شركاء مع الله. فالله يقول لهم إن كانوا يفهمون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أش لي فسدتا؟ هذا ألف ممدود، المقصود به فسدت السماء والأرض، السماء والأرض تفسد لو كان هناك آلهة. كيف؟ لأن هذا الإله يريد الظلام وهذا الإله يريد النور، إذن سيحصل بينهما نزاع، سيحصل بينهما نزاع. هذا يريد خلق من نوع وهذا يريد خلقا آخر من نوع آخر، هذا يريد الشمس وهذا لا يريدها، وهكذا سيحصل النزاع بين الآلهة. ولذلك جاء في آية أخرى ولعلى بعضهم على بعض، يعني من التي يحصل النزاع لابد أن يعلو بعضهم على بعض، يعني إله يغلب إله آخر، وإذا غلبه استتب له الأمر وأصبح هو الإله الموجود. إذن هذا أسلوب إقناع ومعه التسبيح، إقناع لمن يضعون الشركاء لله عز وجل، حتى الشركاء الذين يقضون لك الأغراض في هذه الحياة الدنيا، قد تعتمد أنت وتركز على شخص في قضاء غرض ما، هذا شرك. ينبغي أن تركز على الله وأن تعمل الأسباب التي توصلك إلى غرضك. ولا أولئك الناس الذين كانوا وراء هذا الغرض إلا أسباب هيئهم الله لك، فلا تجعل شخصا من الأشخاص هو الذي قضى لك الغرض، لأن قضاء الحوائج هو من الله عز وجل، وهذا شرك قد لا يشعر به المسلم. إذن قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. يصفون الله بأن له إله شريك. المخلوقات كلها تسبح لله. أنا ذكرت هذه الآيات لتعلموا عظمة التسبيح، عظمة التسبيح، وأنه ليس الإنسان وحده الذي يسبح الله عز وجل، بل جميع المخلوقات تسبح لله، إلا من أبى من الذين عتوا وعاندوا، هم الذين لا يسبحون الله عز وجل.
انظر ماذا قال سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ألم ترى أن الله يسبح له ما في السماوات، شكون في السماوات؟ الملائكة. وما في الأرض؟ عباد الله جميع المخلوقات، إلا قليل من البشر أو كثير من البشر هم الذين لا يسبحون الله، وهم الكفار وغيرهم. والطير صافة، إذا الطيور عندما تصف أجنحتها في السماء فاعلم أنها تسبح لله الذي أعطاها هذه الخاصية، ارتفعت بها عن المخلوقات. سبحان الله. والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. صلاته أي دعاءه، كل شيء تعرف الله تعالى الدعاء ديالو. وبلغته، هذه الطيور هذه عنده متفرقة متفرقة وهي أنواع، وكل ولغته، والله عز وجل يعلم تسبيح كل طير ودعاء كل طير ودعاء البشر كلهم تعرف الله عز وجل. وتعلمون أن البشر تختلف لغاته. الله الذي خلق السماوات، خلق السماوات والأرض، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، واختلاف ألسنتكم وألوانكم أي اللغات، كان هناك لغات وهناك لهجات، وكل يدعو بلغته، ويعلم الله دعاءه ويستجيب له، ويسبح، ويعلم الله تسبيحه. إذن ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعل، والله عليم بما يفعل. التسبيح يصدر حتى من الجمادات، شوف يعني هذه الحيوانات وهذه الطيور وهذه، إذا هناك جمادات تسبح لله عز وجل، عظيم هذا التسبيح. الكل يسبح، حتى الحجر، الحجر يسبح لله. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح وهو في صحيح مسلم، قال: إني لأعلم حجرا وشجرا كان يسلم علي قبل أن أبعد. كنت يسمع تسبيح السلام من الشجر ومن الحجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا في الأذان، عندنا في الأذان قال له: ارفع صوتك إذا وصل الوقت فأذن وارفع صوتك، فإنه لا يسمع نداءك بشر ولا حجر ولا مضر ولا وبر إلا شهد لك يوم القيامة. سبحان الله. ارفع صوتك بالأذان، يعني المضر هو ذلك الحجر من التراب، والحجر نفسه، والوبر يعني الخيمات من الوبر، يعني جمادات تشهد لك، يعني الكل يتكلم، ومشي ضروري يكون الشفتين واللسان، ماشي ضروري. احنا دابا العهد ديالنا انه كل واحد خصو يتكلم بدم الشفتين واللسان، لا ماشي ضروري. هذه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع السلام، والله يقول: الجمادات تسبح له، كما في هذه الآية التي سنقرأ، قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض
والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء إن هذه إن تكون يكون مبعدها نكرة شيء أيضا نكرة وإن من شيء الله أكبر دخل فيه الشجر الحجر الحشرة النبات الشجر من شيء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ومن فيهن الكل يعني من في السماوات ومن في الأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن هناك عتو وعناد من الإنسان ومن الجن عتو ونفور والعياذ بالله ولكن هؤلاء لم يضروا إلا أنفسهم ها؟ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد التسبيح أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين يعني يأمرون بالصلاة وبالتسبيح وهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هذا الأمر لنا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين إياك أن تترك السجود لله فالسجود يحل مشاكل عظيمة جدا السجود يخرجك من مأزق قد تظن لا تخرج منه ولكن الصلاة تخرجك منه الصلاة في أي وقت شئت ولكن في الليل أعظم في الليل أعظم إذن فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين شوف الرعد ماذا قال الله عز وجل في الرعد ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يعني الرعد يخاف من الله شوف حنا ولي تسمع الرعد تتخاف يقول يا رب السلام يا رب والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا دعاء باش نقولوه في الرعد ها ومع ذلك هو يسبح خوفا من الله والملائكة تسبح خوفا من الله جبريل عليه السلام له 600 جناح وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئته التي خلق عليها فسد الأفق شنو الأفق هو في السماء والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر للسماء ما بقي بال ليه السماء لا من هنا ولا من هنا ولا من هنا ما بقاش تبان السماء هي قداش جبريل ويخاف قال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهذا بنادم المغرور هذا بنادم اللي يعني خرب نفسه بنفسه يعني لا يسبح بحمد الله عز وجل حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر عادي بالله فين هو الصبر والتسبيح في الدعوة ها؟ كنت يقول لك أنا عييت الناس كذا مبت صنطفنا لا تيأس إياك أن تيأس علاش؟ لأن الله عز وجل قال للداعية وقال أولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والداعية هو تابع لرسول الله ها؟ تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وما على الرسول إلا البلاغ هذا أسلوب في حصر وقصر ليس عليك إلا البلاغ آمنوا ما آمنوش
ما يهمكش انت تكش، لان هدايه التوفيق بيد الله، قلوب بيد الله. انت بلغ، وما على الرسول الا البلاغ المبين. صح، هادشي اللي يبلغ، ولكن بالبيان، يبين الحقيقه ديال الشيء. كلمه يبلغ وخصك تشرح ليه مزيان، خصك تشرح ليه وتبين ليه مزيان تفهم العقل. هذا شيء مهم. قال الله عز وجل: وما على الرسول الا البلاغ لست عليهم بمسيطر، ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. انت ذكر ذاك الشيء اللي عطاك الله وذاك الشيء سميتو، وما عليكش بالنسبه للهدايه ديالو. ولكن لا يخلو من البشر من يستمع لدعوة الله، فالله خلق في البشر من يستمع ومن لا يستمع. ولذلك جاء في سورة التسبيح قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. ما شاء الله، إذا الناس فيهم وفيهم، من جيتي ما تيأش، انت دير اللي عليك، آمن ما آمن، ما تبع داك الشيء ما تبعوش، ما تبقاش انت متابعه، لا خصك كذا ما خصك كذا. نعم، إذا كان ولدك دائما تقول له، دائما معاك في الدار، دائما تقول له، ما تعياش من الكلام معاه، ما تعياش. والهداية راه ديال الله، ودعي ليه في السجود. ها؟ لأن الذي ألهمك هذا التوفيق ليس ببعيد عنه أن يلهمه، ها؟ ولكن هكذا أراد الله عز وجل. إذا قال: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فاصبر، سورة طه. فاصبر على ما يقولون، غادي يقولوا هذوك الحياة فلان كذا تيدير منافقين كذا تيكذبوا كذا، هي راه كاينة من واحد الجهة، كاين هادشي، كاين اللي مسكين مذبذب ولاصق في الخوت وكذا هو مذبذب، كاين، وتيبين واحد الوجه سيء للإخوان. ها؟ ولكن لم يضر إلا نفسه، وليس الإخوة جميعا مثله، ليسوا كذلك. والناس راه تيفرقوا، راه بحالنا بحالهم، احنا راه ماشي ملائكة، وهاد الناس راه ماشي ملائكة، قد يخطئوا. ولكن الإنسان اللي فيه شي حاجة راه فيه، الله يعافينا. إذا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، يعني استعين بالتسبيح وبالصبر على هذه المشكلة ديال الأقوال. سبحان الله، الله المستعان، هكذا تقول سبحان الله، الله المستعان، وتصبر، الله المستعان، وتصبر على ما يقول. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، صلاة الفجر، كون دائما بصلاة الفجر، وقبل غروبها يعني صلاة الظهر والعصر، ومن آناء الليل فسبحه، صلاة المغرب والعشاء، وأطراف النهار لعلك ترضى. أطراف النهار، طرف في الأول وطرف في الآخر، هو صلاة الصبح، صلاة العصر، وأطراف النهار لعلك ترضى، يعني تطمئن، تطمئن. الرضا هو الاطمئنان. إذا هذا الداعية أمره الله تعالى بالصبر، بالصبر والتسبيح في نفس الوقت. إذا إخوتي الكرام، الآن نرجع للأسئلة ونعطيها وقتاً.